السلام عليكم، انا عمر بوعزاوي، مومبر تكون اكتيف ايلوستراتور و ديزاينر غرافيك. وفي هذا لو توتوريال هذا غادي نحاول نعطيكم دي نوسيون ديال لو ديسان دوبجي انطلاقا من اشكال الهندسيه ثلاثيه الابعاد بحال المكعب والاسطوانه ومتوازي المستطيلات. دونك نبداو لو توتوريال ديالنا، واول حاجه غادي نديرو هي غادي نتعرفوا على لي فورم جيومتريك 3D دو باز، او الاشكال الهندسيه ثلاثيه الابعاد الاساسيه. ونبداو بالاول اللي هو المكعب. دونك نحاولوا نرسموا المكعب. دونك فوالا، حنا رسمنا مكعب وواحد الشكل هندسي كيتعتبر من لي بلو بازيك من اشكال ثلاثيه الابعاد. والخاصيه ديالو هي انه مكون من 6 المربعات اللي عندهم كاملين نفس القياسات، نفس لي ديمونسيون. فالمكعب طول كيساوي العرض كيساوي الارتفاع، يعني كاع الاحرف ديالو عندهم لا ميم لونغور، كامل فيه زوايا قائمه. فوالا ابري، هذا هو لو كوب، هذه هي الخاصيه ديال لو كوب. دونك دابا غادي نرسمو واحد لا فارياسيون ديال لو كوب اللي كتسمى متوازي الاضلاع او لا بريزم ريكتانغولير، عفوا متوازي المستطيلات. دونك احنا رسمنا متوازي المستطيلات، كما تلاحظوا هو كيشبه لو كوب، غير هو الفرق بينه وبين لو كوب هو انه ماشي كاع الاوجه ديالو عندهم نفس القياسات، وانما فقط الاوجه اللي متقابله. يعني هذا المستطيل كيساوي هذا المستطيل، هذا بحال هذا، وهذا اللي الفوق بحال هذا اللي التحت. دونك كاع المستطيلات اللي متقابلين فهما عندهم نفس لي ديمونسيون، وتا هو كله فيه زوايا قائمه، وتا هو عنده 8 ديال الاقناف و 6 ديال الاوجه. فوالا، هذه هي لا ديفيرونس. دابا ندوزو لو ترويزيام، ندوزو الشكل الثالث ديالنا. اللي هو الأسطوانة أو لو سيلندر. وغادي نرسموه. دونك فوالا، حنايا عندنا الاسطوانه ديالنا، والاسطوانه الخاصيه ديالها هي انها واحد الشكل اللي فيه جوج ديال الدوائر اللي عندهم نفس القطر ونفس الشعاع، واللي تيكونوا متقابلين. الفرق بيناتهم هو كيتسمى الارتفاع، يعني هو جوج ديال الدوائر متصلين مع بعضياتهم ومتقابلين، وتيكونوا عندهم لي ميم ديمونسيون. كاينه واحد لا فارياسيون ديال
لو سيلندر كتسمى المخروط او لو كون. دونك غادي نرسموه هنا. دونك هذا هو المخروط او لو كون. كنلاحظوا انه كيشبه لو سيلندر. لا سول ديفيرونس هي ان الدوائر ما تيكونوش عندهم نفس القياسات، دونك كتكون وحده اكبر من الاخرى. فوالا هما تيكونوا متوازيين بحال في لو كا ديال لو سيلندر باراليل، مي كتكون وحده اكبر من الاخرى. كتقدر تكون دايوغ، تقدر تكون وحده فيهم تالمون صغيره كتكون هي نقطه، بحال لو كورني دو كلاس مثلا، اولا ديال ولا فاش نصاوبو ان كورني بورقه، يعني بحال ورقه الزريعه ولا شي لعبه. فهذاك راه كيتسمى ان كون، حيت تكون هاد الدائره الفوقانيه فريمون صغيره بزاف. هاكا مثلا دونك دابا ملي تعرفنا على هاد الاشكال الهندسيه كلها، غادي نتعلمو كيفاش نكومبينيوها وكيفاش نديرو عليها تغييرات وكيفاش نجمعو بيناتها فواحد لونسومبل ديال لي بروسيسوس باش يمكننا نرسمو دي زوبجي لي دايرين بينا، اولا دي فورم جيومتريك بلو كومبلكس. فهادشي اللي غادي نتعرفو عليه دابا. دونك هاد الاشكال اللي رسمنا ملي كنكومبينيو بيناتهم كيمكن لنا نصايبو سكوليت ديال بزاف لي زوبجي وكيسهل علينا اننا نرسموهم. فهاد المكعب والبريزم ريكتانغولير والاسطوانه والمخروط، فملي كن ملي كنلاصقوهم مع بعضياتهم اولا ملي كنحطوهم فكيقدروا هما يصايبوا لنا لا ستركتور ديال بزاف لي زوبجي، سورتو لي زوبجي اندستريال اللي فيهم زوايا حاده وزوايا قائمه ودي تري دغوا بين قوسين. فوالا دابا غادي نتعلمو اننا نصايبو دي فورم ان بو بلو كومبلكس عن طريق هاد لي فورم جيومتريك ابارتيغ ديال هاد لي فورم. دابا عندنا جوج ديال الطرق باش نديرو هاد العمليه هادي. الطريقه الاولى هي اننا نجمعوا بين هاد الاشكال باش يعطيونا شكل جديد، يعني نزيدوا واحد على واحد ندخلوهم مع بعضياتهم تروك كوم سا. الطريقه الثانيه هي اننا نقسموا هاد الاشكال ونحيدوا منهم دي بارتي باش يعطيونا اشكال جداد. دونك لا بروميير بارتي هي اننا كنكومبينيو بين دو او تخوا فورم. الطريقه الثانيه هي اننا كنشدو اون فورم من هادو كنبداو نحيدوا منها دي بارتي وكتعطينا اون اوتر فورم. غادي نبداو بالطريقه الاولى وغادي نحاولوا نجمعوا بين متوازيات مستطيلات وباش تعطينا ناخذوا باش يعطيونا في الاخر واحد الشكل جديد. اون كومونس. احنا رسمنا متوازي مستطيلات الاول، غادي نحاولوا نزيدوا واحد اخر اللي يكون عمودي عليه وغادي يجي هنايا في هاد لابارتي.
دونك ديما كنحاولوا نرسموا لي زاكس اللي عموديين واللي متوازيين مع بعضياتهم باش تكون عندنا اون سيغتين غري دو بيرسبكتيف اللي عليها تنتبازاو باش نرسموا هاد الاشكال، سورتو الا كانوا بيربونديكولير على بعضياتهم. حنا رسمنا متوازي الاضلاع الثاني، دابا غادي نزيدو متوازي الاضلاع الثالث في لوتر كوتي، بحيث انه الى جينا نشوفوه دو فاس غادي يكون عندنا هذا الشكل بحال هكا. او دو فاس دونك بيان سور نلاحظوا الزوايا القائمة فين كاينين، وهذا متوازي مع هذا. دونك حنايا دابا رسمنا متوازي مستطيلات واحد اخر كما كنلاحظوا فهما متوازيين وعمودين على هذا الفوقاني. دوكو اونز ان نوفو كالك غادي نحاول نرسم الشكل الفينال اللي غادي يعطيونا. دونك حنايا ولا عندنا واحد الشكل اللي مصايب من ثلاثة ديال متوازيات المستطيلات، هو كيشبه الطبلة او كرسي بلوز او موان. فوالا نحاولو نصايبو شكل اخر حتى هو بلا كومبينيزون ديال جوج ديال متوازيات المستطيلات. دونك فوالا غادي نزيدو متوازي مستطيلات واحد اخر اللي يكون فوق منه مي صغر منه. دونك نجبدو هاد لي لين. نديروه واصل لحد لهنا. كيما بروجتينا لي بوان ديال هاد المتوازي المستطيلات لهنا غراس على ليني باراليل وعلى لا غريد بيرسبكتيف، فاون فو فيغ لا ميم شوز بالنسبة لهاد لو بوان باش نبقاو هنايا ونكمشيو مع لا بيرسبكتيف. رسمنا متوازي مستطيلات الثاني، دابا نحاولو نرسمو لا فورم اللي خرجت لنا فاش كومبينيناهم جوج. دونك فوالا تخرج لنا هذا الشكل اللي كيشبه ديزيسكالي ان بو، واللي درناه عن طريق جمعنا جوج ديال المتوازيات المستطيلات. فوالا دونك الى حيدنا هاد لو سكوليت كيبقى عندنا الشكل هانتوما شفتو كيداير، ونجينا نرسمو ديريكتومون بحال هكا فوالا تي ديفيسيل.
داكشي علاش مزيان فاش هاد الطريقه كتعلمك ان ملي تقدر تشوف شي اوبجي اول حاجه غادي دير هي غادي تبريكيه داون او لا غادي تقسمو في دماغك لبلوزيوغ فورم كوم سا ملي يسهل عليك انك ترسم كترسم جوج ديال المتوازيات مستطيلات بهاد الطريقه فوالا كتعمرهم كتغلفهم لا ميم شوز بالنسبة لهاد لا طابل كترسم ثلاثة كيما شفنا بحال هكا من بعد كتجي كتعاود على لي تخي ديالك وحنا عندنا دي فورم كي سون ابارتيغ دو بريزم ريكتانغولير دابا شفنا ان كيفاش نديرو نجمعو دو جوج ديال المتوازيات المستطيلات باش يعطيونا الشكل دابا غادي نديرو لا ميم بروسيدور مع ان سيلندر و ان كون يعني غادي نكومبينيو لي سيلاندر الاسطوانات والمخروط والكون باش نرسمو واحد الشكل اخر فوالا غادي نبداو بلاكس كما قلنا هو الاول باش كنجيو نرسمو اسطوانه حنا رسمنا دابا لو سيلاندر ديالنا دابا غادي نجيو فوق منو غادي نزيدو ان كون بيان سور ده يكون في نفس لاكس دونك غادي نكبرو هاد لاكس فنرسمو هنايا دائرة صغر من هادي او لا اون اليبس صغر من هادي هي بطبيعة الحال دائرة في لو موند ريال ولكن في لو بابي غادي نرسمو اون اليبس حنا رسمنا لو كون ديالنا ودابا غادي نجيو فوق منه وغادي نزيدو ان سيلندر اللي غادي يكون الارتفاع ديالو قصير فوالا خرجنا هاد الشكل هذا دابا غادي نحاولو نرسمو لا فيرسيون كلين ديالو باش نعرفو هاد لا فورم اللي ولات عندنا في الاخر دونك هادي هي لا فورم فينال اللي خرجت لنا دونك لاحظوا اننا ملي كومبينينا ان سيلاندر و ان كون و ان سيلاندر قدرنا ان نرسمو قرع و اون بوتي دونك هنايا سيلاندر وهذا كون ان سيلندر دونك كنلاحظوا ان راه حتى بهاد لي فورم هادو اللي هما الاسطوانه والمخروط فاش نكومبينيوهم تنقدروا نرسموا دي فورم كي سون تري فاميليير و تري ريكورونت فلافي غادي نحاولوا نرسموا واحد الشكل اخر يعني كومبيني فيه جوج ديال ليكون نبداو بلاكس هو الاول هذا ليكون الاول غادي نرسمو كون واحد اخر يكون معاكس ليه وكيتلاقاو في هذا لو سيركل هذا غادي تكون الدائره اللي غادي نرسمو هنايا او لي ليبس عندها نفس لا تاي كو هاد لي ليبس اللي الفوق دونك غادي نبروجيتيو هاد لي بوين هادو بيان سور باراليل مع لاكس فوالا
Donc, sans l'opacité, on ressent les traits. Les traits épurés, non? بيان سور فاش كنجيو نقيو الخط فاحنا كنصلحو حتى لي فوت اللي نقدروا نكونو درنا في لو كروكي انيسيال. صافي بحال اللي قلنا الا جينا نخدمو تراديسيونيل، هاد لو كروكي كنديروه بلو كريون، وهاد لو تري هذا كنديروه بستيلو ا اونكر ولا بان كريون بلو فونسي تو سامبلومون. دونك هذه هي لا فورم اللي خرجتنا في الاخر. كنت باغي ندير بلوز ابلاتي شي شويه و سا روفيان اون ميم. هاد لا فورم تري فاميليير، تقدر تكون ساعه رمليه مثلا، اور جلاس، تقدر تكون كتشبه شويه الى جينا مثلا هنايا فيت في تبعنا هاد لاكس يا امان لوفي. نزيدو ان بتي سيلاندر هنا. حنا ولات عندنا بحال ان كافتيير، ان اسبيس دو كافتيير ايطاليان، كتكون تاهي على هاد لا فورم. هاد لي فورم هادو ف هاد لي زوبجي هادو سي دي زوبجي ريكورون ف لا كويزين هاكا، سي دي زوبجي ميناجي لي كيما كتشوفو مكونين من دي فورم فريمون تري بازيك. دونك هنايا فريمون سي تخوا كون كون انا وهذا سي ان سيلندر، ان تو بتي سيلندر. دونك حنايا اون كومبينون لي سيلندر دي كون قدرنا نرسمو دو زوبجي اللي كاينين في لا كويزين تو سامبلومون، كوم لو كا بور دونك فوالا كومبينيزون ديال لي سيلاندر دي كون، كومبينيزون ديال دي بريزم ريكتانغولار. اذا كما تعلمنا اننا نكومبينيو دي فورم بحال السيلاندر مع بعضياتهم ومتوازيات مستطيلات مع بعضياتهم، دابا غادي نحاولوا اننا نخترعوا ان نرسموا اون فورم اللي فيها كومبينيزون ما بين متوازي المستطيلات والسيلاندر. نبداو بان فورم تري بازيك اللي نشرحو بها هاد القضية هادي. نحاول نرسمو اماخطو بازيك اولا مطرقة. دونك نبداو بمتوازي المستطيلات ديالنا. دونك فهاد لا فورم هادي غادي نحاولو نزيدو لها سيلاندر، غادي يكون خارج من لا باز ديالها من الوسط. دونك اول حاجه نديرو هي نديتيرمينيو لو ميليو ديال هاد المربع ديال هاد المستطيل اللي هنا اللي هو اللي لتحت. باش نديتيرمينيو الميليو كاين طريقه سهله هي اللي كنستعمل اون جينيرال باش نحط الميليو ديال شي وجه من الاوجه ديال شي فورم 3 دي، اللي هو كنكري كنحاول نقلب على التقاطع ديال القطر الاقطار ديالو، يعني كندير هاد القطر هنا وكنعاود ندير هاد القطر هنا. دونك هاد النقطة هادي هي الميليو ديال
في هاد لافون تيساني. كاينه طريقه اخرى ولكن فيها شويه ديال العبار اكثر، هي انك ترسم المنصف ديال هاد الخط هذا والمنصف ديال هاد الخط هذا. دونك ميسيو المنصف هو اللي تيكون دايز من النص، من المركز او من المنتصف ديال واحد الخط، و تيكون عمودي عليه. بيسكو هنا في البيرسبكتيف عمودي عليه، يعني غادي يكون تابع هاد لي تري هادو، يعني متوازي بين قوسين على هاد لي تري هادو، بيسكو هادو راه كما كنبقاو نقولو راه زوايا قائمة. دونك نرسمنا خط دايز من المنتصف، المنتصف بيان سور كان ديتيرمينيوه امان لوفي، يعني غير بعينينا فهمتيني. دونك هاد البارتي هادي المنتصف يكون بلوزو موان هنا، ويكون متوازي مع هادو. اذا كان هنا عمودي على هذا دونك يكون متوازي مع هادو، دونك تيكون تابع لي ميم بوان دو فيت و لا ميم شوز. المنصف ديال هاد الخط هذا غادي يكون دايز من هنا وعمودي، يعني باراليل مع هادو. هادي زاوية قائمة، هادي زاوية قائمة. مي بون، المهم اهم حاجه هي نعرفوا هاد لو بوين. باش نعرفوا هاد لو بوين غادي نجيو غادي نرسمو ان سيلندر اللي غادي يكون المحور ديالو دايز من هاد لو بوين هذا، و بيان سور عمودي على هاد اللعيبه هادي. دونك المحور غيكون شي حاجه بحال هكا. ملي تكونو كترسمو ستركتور متبركوش على الكريون او الميديوم باش كتخدمو، مزيان ترسمو امان لوفي باش حتى الا درتي شي غلط كتحاول تصحو. دونك فوالا، هدا هو المحور ديال السيلندر. دونك جينا نشوفو، هادي هي الباري ديال المطرقة، حنا دابا غنرسمو اليد ديالها. فوالا، دونك غادي نرسمو ان سيلندر. دونك حنا عندنا هنا بزاف ديال لي زاكس لي نقدرو نرسمو بيهم ليليبس. دونك لا لونغور جو بونس تكون هي هادي. غادي نرسمو دو زاكس باش يعاونونا و نرسمو ليليبس إليج ديال لاباز ديالنا. دونك نساليو هاد لو سيلندر هدا. هادو هما لي بوغ ديالو، دونك مخصوش يكون خارج عليهم. دونك أنا خدام بالطابليت كنقدر نمسح، مي راه لا ميم شوز إلا كنا خدامين بأن كريون خفيف بحال دوز اش ولا اش بي، فهي بأون كوم تبقى تمسح وتقاد تيجيك بلوزو موان واحد الشكل لي لوجيك. دونك فوالا، دونك هنا عندنا طرقة ديال الحداد. دونك هي الطرقة اللي كتكون فريمون غير ديال الضرب، ماشي كتجبد بها المسامر، ماشي سيغتو المسامر، مي بلوتو باش تقاد الحديد. دونك انا نقصو من لوباسيتي، نحاولو ناخدو ان كريون بلو فونسي و نرسموها دو فاسون كلين. فهمتيني، احنا عندنا هنايا مطرقة اللي فيها ان سيلندر متوازي مستطيلات بجوج متداخلين مع بعضياتهم. كاين دوطخ فورم اللي كنستعملو فيهم هادي. بحال دابا نقدرو نرسمو كرسي،
Une chaise basique, bien sûr, mais il y a bizarre les designs des chaises. On peut vraiment dire n'importe quoi parce qu'on ressemble une chaise ou qu'on ressemble la chaise la plus basique. Il fait un siège, un coussin, ou bien des rajlin. Le siège ou le coussin a des cônes ou ça vous y est, mon satellite. Le rajlin a des cônes ou des cylindres, ou bien des cylindres, toile. Donc on va commencer. Donc, on a d'abord le siège. D'abord, on va mettre le coussin. Il est en tout cas. On va mettre un coussin mail. On va mettre un coussin qui est un amoudi. On va mettre un coussin. Voilà. Donc, on va On va une autre couleur. On va faire une autre couleur. On va faire une voilà, on va faire une autre couleur. بين قوسين عمودي على متوازي الأضلاع اللي ديجا كان عندنا جو بونس انه خصو يكون طول شي شوية اكثر بيسكو سي ان كوسان دونك خصنا نزيدو نطولو ملي تنكونو كنرسمو سكوليت ولا ستركتور ديال شي شكل فاين ساهل نموديفيو نزيدو فيه نقصو منو C'est un truc très normal. Je pense d'abord c'est mieux. D'abord c'est plus logique. Donc tu peux te trier chez Word Galsen. دابا نزيدو لي سيلاندر ديالنا أو لا رجلين ديال الكرسي دونك بيسكو هدا نرسمو نخدمو أون أوتر كولور باش نبينو لا باز لي عندنا ديال الكرسي دونك هادي اللي رسمت بالزرق هي لا باز اللي عندنا ديال الكرسي دونك الرجلين خصهم يجيو في لي كوان بين قوسين ماشي في لو كوان كاريمون ماشي هنايا مي شوية في الوسط دونك ندير ان بوان هنا ان بوان هنا ان بوان هنا و ان بوان هنا فوالا En cas de les points, au moins il a dit qu'on nous les axes, mahawar dit la double cylindre les adinas. Donc là, tu as une autre couleur, un orange. On a un autre double les axes. Qu'on a bien sûr un moudi avec. دابا نديتيرمينيو الحد ديالهم يعني فين غادي تكونوا قايسين الارض بين قوسين دونك غادي نديرو البروجيكسيون ديال هاد الشكل هذا اللي الوسط لتحت وي فوالا سي ميو فو توجور بروندر لا بيرسبكتيف اون كونت Okay.
دونك دابا غادي نجيو في هاد لي زاكس هادو، هاد الربعه ديال اللي هما رجلينا، نرسمو ان دي سيلندر. دابا ولات عندنا الرجل الاولى ديال الكرسي بنفس لا ميثود، غادي نرسموهم كاملين. دونك فوالا، هنايا عندنا ستخوكتور ديال الشاز بين قوسين. الشاز حاولنا نقصو من لوباسيتي، نحاولو نرسمو كلين كليني هو الشاز. فوالا، هنايا عندنا اون شيز. بغيف دابا عرفنا كيفاش نديرو نرسمو ان اوبجي، بحال مثلا شفنا مارتو هنايا ولا شفنا اون شيز هنايا، اون كومبينون بين دي فورم 3 دي سيلندر ومتوازي الاضلاع. وبهذا كتسالى لابارتي الاولى ديال لو توتوريال ديالنا، وفي لابارتي الجايه غادي ندويو على لا دوزيام ميثود اللي غادي نخدمو بها لي فورم جيومتريك، اللي هي لا ديفيزيون او القسمه. يعني غادي نتعلمو كيفاش نحيدو دي بارتي من المكعب ولا من متوازي الاضلاع ولا من الاسطوانه باش نحصلو على دو نوفيل فورم جيومتريك. وغادي نتعلمو اوسي كيفاش نوظفو هادشي، كيفاش نابليكيوه في لو ديزاين دوبجي او لا في لو ديسان دوبجي تو سامبلومون. ميرسي.